السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم زينب من قناة فوديز. اليوم غادي نصايبو كيش بالخضر. دونك غادي نحتاجو لاباطا كيش كيما ديجا وشفناها، غادي نعاودوها. دونك عندنا 250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبدة، بيضة وشوية ديال الملح. دونك غادي نجيو غادي نخدمو بصبيعتنا الدقيق مع الزبدة حتى كيولي عندنا عجين مرمل، ومن بعد كنجمعوه بديك البيضه اللي عندنا. دونك حتى كيولي على هذا الشكل كنزيدو عليه البيضه ديالنا. دونك كنحاولوا نجمعوا العجين ديالنا على هذا الشكل. دونك هي عجين مرمل، دونك ضروري غادي يبقاو فيها دوك الخطوطه واسقه تهرس. نحاولوا نجمعوها ونديروها في فيلم اليمونتير، ورق غذائي، ونديروها في الثلاجه لمده على الاقل 30 دقيقه حتى كتشد في راسها. نجيو نصايبوا الحشوه ديالنا. عندنا القرعه خضراء، خيزو، بصله مطيشه، وشامبينيون. كناخذوهم كنقطعوهم مربعات صغارين الكل باش غادي نبداو نطيبوهم. كنزيدو عليهم شويه ديال الفلفله الخضراء. دونك انا الفلفله الخضراء ديجا كانت عندي في الكونجيلاتور مقطعه ومقاده، ما احتاجيتش نقطعها. دونك غادي ناخذو مقله ديالنا اللي نديرو فيها الزيت، حابه درو كانت زيت بلديه، دونك على حسب نتوما باش كتخدمو. زدت عليها شويه ديال الثومه غبره، وغادي نبداو بالبصله هي الاولى. دونك غادي نبداو بداكشي اللي كياخد الوقت اكثر في الطياب، غنديروه هو الاول، ومن بعد غادي نزيدو عليه داكشي اللي طايب او لا ما كياخدش وقت. دونك غادي نزيدو الفلفله ديالنا. بطبيعه الحال الخيزو هو اللي كياخد وقت كبير، دونك كنديروهم في الاول. كنخليو هاد المكونات حتى طيب لينا وبصله طيح مزيان، عاد باش كنزيدو عليه الشيء الاخر. ما نساوش ناسيزونيو بطبيعة الحال مليحة وإبزة. دونك انا هنا زدت عليه حتى شويه ديال الحبق، كيعطي اللذه زوينه وكيمسم مزيان. دونك غادي نحركوا هادشي ديالنا، نخليوه حتى يدخلوا الطياب مزيان، وغادي نبداو نزيدوا عليه المكونات الاخرى. دونك كما كتشوفوا البصله طاحت مابقاتش كتبان. غادي نزيدوا عليها قرعه خضراء والمطيشه والشامبينيون اللي بقى لينا. نخليو المكونات حتى هي حتى كطيب مزيان، ونخليوها على جنب حتى تبرد. غنجيو لاباط ديالنا بعد ما نخرجوها من الثلاجه، غادي نايطاليوها في المول ديالنا على هذا الشكل. نخليو شويه الجناب طالعين على ود باش تجي الحشوه ديالنا الوسط. غادي نشدو غادي نتقبوها شي شويه، دونك معليش نتقبوها فحال شكل ديال البيتزا، غير شي شويه باش ما طلعش لينا من الوسط ومن الجناب. بعد كنجيو كنكبو فيها الحشوة ديالنا.
نخليو هادشي على جنب وغادي ندوزو نصايبو لاباغاي اكيش ديالنا. غادي نحتاجو كاس كبير ديال الحليب، دونك انا خديت حليب ديال نيدو غبره، وانا خديت 3 ديال البيضات ونطربوهم مع بعضياتهم مزيان حتى يندمجوا. دابا غادي نزيدو عليهم لا سيزونمون مليحه ابزار الا كانت عندكم الكوزه حتى هي كتجي لذيذه بزاف. دونك انا زدت عليها هنا شويه ديال الفرماج احمر اولا فرماج موتزاريلا اللي كان عندكم. غادي المهم انا كيعجبني نديرو الوسط باش كتجي شويه كتجي لذيذه. دونك غادي نحطو لاباغاي ديالنا فوق الحشوه، غادي نحاولو نغطيوها بها شي شويه، والفرماج احمر اللي بقى لينا غادي نزيدوه على الوجه ديال الكراطة. نحاولو نساويو لاباغاي ديالنا على جميع على الوجه ديال الكيش ديالنا كامل. دونك داكشي اللي بقينا من الفرماج غادي نزوقو به من الفوق كيعطي شكل زوين. كندخلو الكيش ديالنا درجة حرارة 180، كنخليوه من التحت حتى كطيب لاباط كتحمر، وعاد باش كنشعلو عليه الفوق باش كيتكغاتينا. كيجي على هاد الشكل، كيجي خفيف بزاف ولذيذ وصحي في نفس الوقت. كنتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم، ما تنساوش تجربوها وتقول لي في لي كومونتير كيف جاتكم، وإلا عندكم شي وصفات تستاهل تجربه خليوهم ليا وانا نجربهم ونقول لكم. شكرا بزاف وشكرا على متابعتكم، ما تنساوش تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.